ردينا فيديو جديد من الزبدة. راح نشوف اليوم هواوي موبيل واي فاي تاتش، يعني راوتر حق التليفون لكن تاتش. هذا الراوتر خذيناه من blink.com.kw، موجود حاليا. في منه 4 ألوان، اللون الأسود، البرونز، السيلفر والأبيض. احنا عندنا هني اللون الأسود، 2.4 inch touch screen، category 6 LTE، Wi-Fi AC، آخر تكنولوجيا الواي-فاي، بطارية 3000 ملي أمبير أورز، special design with sling. أول ما تبطل البوكس يطلع لك الجهاز على طول. الجهاز في لزقة صغيرة هني تبطلها تطلع الجهاز لي برا. وأنا أشوف الجهاز مع ربطة اليد نفس ما قلنا، ديزاينه وايد حلو خفيف، لكن للحين ما في البطارية، بطارية داخل الكرتونة. في دقمة واحدة من فوق اللي هي باور بوتن، كتيبات هذه اللي عادة ما طالعنا فيها. سكيب. أول شيء داخل شحن الطوفة، طبعا 3 روس، شحن تونه بيضة. داخل هالبطارية 3000 ملي أمبير أورز، واير USB من هواوي، بطل بسهولة. كنا سوالف أيام نوكيا، تحط البطارية وتسكر الجهاز، تأكد من علامة هواوي صح، مشحون الجهاز. فنشوف الراوتر من هواوي تاتش على ما يفتح بلا اوكي تبطل. سلايد تو انلوك، سيم كارد نوت ديتكتد، لان ما حطينا فيه سيم كارد، لكن في كونكشن جايد، باور سيتنجز، SSID، في سيتنجز كله بالتاتش. من فوق حاط لك معلومات البطاريه وهالسوالف هذه. احلى ديزاين، انظف ديزاين، لكن التاتش يخلص البطاريه بسرعه، فعشان كذي تسكر الجهاز وتخليه شغال وشاشة مسكرة. خذيناه من blink.com.kw. سووا سبسكرايب.